سحور يمكن اجيلك يعني انتوا لما دخلتوا لسه كابتن عمرو بيقول انتوا كجيل ما كنتوش متوفقين، كنتوا قلقانين ان انتوا تبقوا، انا يعني اسف اللي هقوله يعني، كنتوا هتبقوا عبء على الدرجه الاولى ولا كنتوا شايفين ده حاجه؟ هو تعال الكلام ده يا كابتن هيثم، هم عارفين الكلام ده وهم عرفوا يردوا يا كابتن هيثم. لا انا عايز اشوف بقى الرد كمان في الاستوديو. هو يعني طبعا هو كله طبعا كان بيشجعنا عشان احنا اللي هندي الحافز للفيرست تيم، وكان كله لا اللي هو انتوا ماشي ما كسبناش السنوات اللي فاتت كتير يعني، الناس كلها انتوا ممكن ما تكسبوش، انتوا ممكن مش عارف ايه، بس احنا ما حطيناش ده في دماغنا. برافو. احنا كنا قبل كل ماتش، لا هو الماتش ده بتاعنا احنا، مالناش دعوه بكلام الناس، لان احنا عارفين ان احنا ده احسن فرقه بدون اي منازع يعني الحمد لله. فوثقنا في نفسنا، وطبعا كابتن عمرو كان بيدي كل واحده فينا الثقه، واحده مثلا ضيعت اقول سوري يقول لي يا ولا عادي كملي، ولا اكني في اي حاجه يعني، ما كانش حتى في بريشر في الملعب خالص خالص يعني، ما كانش في اي ضغط عليكم خالص يعني، انا بلعب في الملعب وانا مستريحه، اللي هو حتى الكابتن مش مديني اي بريشر، وكلنا كانت روحنا بصراحه انا اللي باخد البريشر كله هيثم. على فكره سبب المكسب وسبب الروح اللي بينكم دي ان انت حررت اللاعبات من لا في حاجه ثانيه يا هيثم، هم عارفينها كويس قوي وقالها لهم في كل اجتماع. انا ربنا ما رزقنيش ببنات، انا عندي ولاد، فهم عارفين ان انا بتعامل معاهم كانهم بناتي، هم عارفين كده وحاسين بكده يعني. فيعني انت لعبت عمرك خلقا وفنيا يا عمرو، انا كنت بتتعبني لما بمسكك يا عمرو، كنت بتتعبني يا عمرو. لعبنا منتخبات مع بعض بقى. لا بس كنا مع بعض على طول، فاكر المركز الام في المعادي يا عمرو؟ يا ما خدنا المشوار ده.